السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم. رحب الله بكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم الذنوب والأوزار، ورزقنا في هذا الشهر المبارك عتقا من النيران، إنه على ذلك قدير. اللهم امين يا رب العالمين. السادس من رمضان، يعني اسبوع مضى من رمضان يا شيخنا ومشاهدينا الكرام. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ما مضى، وان يرزقنا البركه فيما هو ات، وان يجعلنا واياكم من اهل القران ومن اهل الصيام حق الصيام، ومن اهل القيام، ومن المقبولين، ومن عتقائه من النار. امين امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزكاة على البضاعة يكون، هل تكون بسعر جملة البضاعة أم بسعر البيع؟ نعم شيخنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك طاعته، وأن يجعلنا من عبيده السعداء الفائزين المرضي عنهم والذين رضوا عنه سبحانه جل في علاه. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلتم وطرحتموه، أقول للأحبة الكرام، هذا يسمى بزكاة عروض التجارة. وعروض التجارة أن الإنسان يقوم ما عنده من أموال، سواء كانت سائلة سيولة مادية في البنوك أو في البيت أو في أي مكان من الأماكن، هذه واحدة، أو ما عنده من بضاعة في مخازنه أو عند التجار إنجاز التعبير، ثم يضم كل ذلك. هذه البضاعة الموجودة تقوم بسعرها بسعر يوم بيعها، يعني هب أني اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة جنيه، وأنها ستطرح في الأسواق بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين، فإنها تحسب على المئة وخمسين الربح زائد الأصل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. بضاعتي بلغت قيمتها 15,000 جنيه، وعندي ديون للتجارة أسددها على فترات، أو للتجار أسددها على فترات قيمتها 6,000 جنيه، فهل أسدد الديون من الزكاة أم أخصم الديون من إجمالي البضاعة؟ أقول لصاحب السؤال بارك الله فيه، إجابتك أو السؤال، الإجابة على سؤالك تتوقف على أن نفرق بين حالتين أو نوعين من الديون. الحالة الأولى، إذا كان دينك حال وقت خروج الزكاة، يعني 6,000 الآن، وأنت الآن ستخرج الزكاة، تأخذ 6,000 تعطيها لأصحاب المال، وبذلك تخرج المال على الزكاة على ما بقي من مال. أما إذا كانت 6,000 هذه بارك الله تعالى فيك على أقساط مجدولة، يعني خلال شهرين، 4 شهور، 6 شهور، إذا تخرج الزكاة على المال الموجود عندك كاملا، ولا عبرة بالدين، لأنه غير حال إنما هو مؤجل بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفيدونا أفادكم الله، اللهم أمين وإياكم. بخصوص الشقق المطروحة من الدولة، هل يجوز التقدم في هذه المشروعات المدعومة من الدولة والبنك فيها جهة استلام النقود؟ وما الحل لمن يريد شقة وليس لديه الأموال الكثيرة؟ نعم شيخنا الكريم، سوى إيجار أو تمليك، أرجو الرد بالله عليكم. نعم شيخنا. أقول للسائل الكريم أو السائلة، الأصل في مثل هذه المعاملة، نقول إذا كان البنك الذي سيبيعكم يمتلك الشقة ملكا فعليا وليس على الورق، اشتروا منه كما تشاءون، وبشرط آخر ألا يكون في العقد ما يسمى بغرامة التأخير، وهذا من الربا المحرم شرعا. فإذا كان الإنسان في سعة من الرزق فلا يلجأ لهذا الطريق، لأن غالبا البنك لا يملك السلعة،
وشرط التأخير فيه مشكلة أخرى. أما إذا كان الإنسان في ضيق كمن يجلس في عرض الطريق انهدم بيته وهو أولاده لا يجدون ما يسترهم، في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ رغم المخالفة الشرعية، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير شيخ كريم. السؤال طويل لكن نختصر، أن الأخت الفاضلة جزاها الله خيرا أرضعت ابنتها عامين كاملين رغم أنها كانت تضعف شيئا فشيئا، وزوجها قال لولا أن أنت في يوم من الأيام تقولين لابنتي أن أنا يعني أكبرتك على الفطام لفعلت. فتقول هل علي وزر بإتمام الرضاعة لابنتي رغم ما حدث لي من ضعف يعني في جسماني؟ نعم، نقول للسائلة الكريمة، الله في القرآن علمنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فليس بالضرورة أن نظل نرضع الأولاد أو البنات الأطفال عامة حتى العامين، فهناك من يقوم بالفطام قبل ذلك في العام ونصف وما قبل ذلك لضرورة أو ما شابه ذلك. العبرة إنما تتوقف على حال الرضيع وحال الأم معا، فإذا أخبر الطب أن هناك خطر على الأم أو على الرضيع في هذه الحالة تتوقف الرضاعة. هذا الأمر أو الحكم الشرعي كما بينا سالفا في مواقف متشابهة كثيرة يتوقف على رأي الطبيب المسلم الثقة الذي يقول. فبالتالي أقول للسائلة الكريمة، ليس عليك وزر إن شاء الله تبارك وتعالى، إنما أردت أن تعطي ابنتك أو ابنك جرعة كاملة، ولكن جئت على نفسك قدر الله وما شاء فعل. الأولى في مثل هذه الحالات أن نلزم قول الطبيب، فإن قال نفطم الآن حتى لو عنده 3 شهور حتى لو عنده 6 شهور فلا شيء ولا حرج. لما؟ قد يكون الأم مرضعة ما شاء الله ثم فجأة الدم ما ينزل بعد 6 شهور، ماذا يكون الحال؟ بنتصرف ويأخذ لبن صناعي أو ما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال نستغفر ونتوب والله غفار، بارك الله تعالى فيك وأكرمك. آمين. لها سؤال آخر لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد يا أختنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة، اتفضلي. جزاك الله خيرا يا رب. يا رب يسعدك. بارك فيك وفي القناة. يا رب يبارك فيك. حضرتك عايز أسأل الشيخ عن حكم زيارة القبور، وهل المتوفي بيسمع أهله وبيشوفهم فعلا ولا إيه؟ وعن الناس اللي هي في ناس هناك في القبور بتقول لك انا بس الزرع للمتوفي مش عارف ايه وعايزه اجر يعني، وهي عندها اولاد كويسين وعيشتها كويسه اولادها كبار وكده، فبتقول لك لا انا عايزه اجر عشان انا بس الزرع للقبور وبكنس وبروق القبور والحاجات دي. طيب. معايا؟ ايوه سامعك، انا اكتب ما تقولين يا اختنا. طيب، وحضرتك عايز اسال بقى على ايه؟ والدتي متوفيه من 5 شهور الله يرحمها ويرحم الجميع يا رب. جات لاولادي في الحلم، جات لبنتي بتقول لها روح الخالق الكبير اشكرهولي وبسهولي وقولي الخالق الثاني انا ليا 3 اخوات يعني بدون ذكر اسماء، فالوسط قولوا له انا زعلانه منك مع ان هو ده كان بيحبها وهي بتحبه اكتر يعني. حتى البنت قالت لي انا شفت في الحلم يا ماما رحت له وبوست خالي وبتاعه، وحتى كان متغطي ببطانيه جميله قوي شكلها روعه وحمره، فبنساله قال انا كنت فعلا متغطي ببطانيه حمراء فعلا حلو، ورحت بوسته وهو نايم وقلت له، وخالي التاني واقف فقلت له تيتا زعلانه منك، فعايزه اشوف ايه. وحكم ان هي دائما يشوفوها في الحلم، انا اظن شيخنا تاويل الاحلام حضرتك لا علاقه لنا بالاحوال ولا بالرؤى من قريب ولا من طب بعيد. خلينا في الاسئله الشرعيه عشان في مساله الرؤى والاحلام ما يعني مش يعني شيخنا مش هيجيب طيب فيها. طيب حضرتك احوال احوال المتوفي يعني في الزياره. طيب. لما نزورهم في القبور هل هم بيحسوا بينا؟ هل هم بيسمعوا؟ هل ده واضح. وما هو الدعاء ولا القران افضل المتوفي على المقابر؟ الدعاء ام القران او يوصلوا من اي مكان، الدعاء ولا القران؟ جزاك الله خيرا. الله يرحم موتانا جميعا واياك يا اختانا، رحمه الله عليهم جميعا. امين. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ استاذة ايمان، السلام عليكم. كنت سامعك يا لو سامعك يا استاذ احمد، ليا يعني في 3 اسئله عايز اسالهم. نعم اتفضل. اول سؤال، لو واحده شريكه يعني هتخش شركه كوافير بس ما لهاش دعوه بالحواجب وكده يعني،
بالفلوس بتاعت الحواجب يعني، مع واحده اتفقت مع الشركه دي ان هي ما تاخدش حق الحواجب وكده. ده اول سؤال عايز اعرف بس هو حرام ولا حلال اساسا الاكل فيه. تاني سؤال، واحده يعني زوجها وكده بيصرف الفلوس يعني على حاجات يعني تافهه وما بيعينش فلوس يعني ممكن لزنقه او لحاجه يعني، فينفع تشيل من وراه برضو لاي زنقه او كده لان كتير او بتقع في زنقات. ده لنفسها ولا للبيت؟ لا للبيت. طيب ثالث سؤال، واحد على طول في يعني على طول في الصلاه يعني بيحصل لي يعني ان انا صليت 3 ركعات ولا 4 ارجع اعمل مثلا واحده على طول في كل صلاه سجدت سجده ولا 2 على طول في كل صلاه، الموضوع دوت يعني على طول مستمر معايا على طول يعني وساوس مستمره في الصلاه يعني. حاضر. على طول في كل صلاه يعني حتى لو ما حصلتليش في اول ركعه بتحصل لي في ثاني ركعه يعني، اهم حاجه لازم اعمل اي حاجه يعني. حاضر فهمان. حاضر يا استاذ ايمن فهمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أختنا يبدو أنها تقول أنها لم تأخذ رغم ضعف جسمانها وسيلة من وسائل الحمل فحملت مرة أخرى، فهل وقعت في وزر شيخنا الكريم ولكن بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم، من معنا؟ أم مصطفى، أهلا ومرحبا يا أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. كل عام وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة. أنا عندي ابني عنده مشكلة في ركبته، المفروض يعمل فيها عملية. كفى الله عافية. فاحنا اجلناها للدراسه يعني، هي من 4 شهور فاجلناها عشان الدراسه، فهو هيخلص امتحانات في نص رمضان ومصمم انه يعملها في رمضان علشان عنده نشاط تبع الكليه بعد العيد عشان يقدر ينزل، لان العمليه لازم يقعد 3 اسابيع ما يتحركش. فاحنا يعني مش شايفين ليها اهميه انه يعملها في رمضان على اساس بقى الصيام والصلاه والتراويح وكده، هو لازم هيفطر علشان العمليه مثلا 2 أو 3 أيام هيفطر عشان العلاج والعمليه والعلاج. فاحنا عايزين نقنعه بصراحه يعني، بس كل ما نخش له من هنا هو يعني مصمم انه يعملها في نص رمضان. فاحنا عايزين الراي الشرعي ان هو ان هي ممكن تتاجل، بس هياجل مشاريعه هو بتاعت الكليه ديت للسنه الجايه يعني، فالراي الشرعي للموضوع ده يعني. هو في اخر سنه في كليه هندسه ولا حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، هو في تجاره، هو مش في هندسه. طيب. حاضر. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام مصطفى، في امان الله. نعم شيخنا الكريم، هل وقعت اختنا في وزن؟ طيب، من معنا؟ السلام عليكم. ام وانس، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا معلش في كام سؤال هحاول اسرع ان شاء الله. انا معزومه عند عمتي ان شاء الله، بس هم المشكله ان هم يعني لو حد قال لهم اي حاجه ما يتقبلوش الكلام يعني، لو اي نصيحه. المشكله ان في القعده بيبقى في كلام هم يعني اعرفش دي تعتبر مجالسه مبتدع ولا ايه، لان هم بيقعدوا يعملوا حاجات على مزاجهم وبيقولوا ان دي من الدين، او مثلا حفيدتها لابسه لبس مثلا محزق ولابسه شرب والمفروض ان هي كده محجبه. عمتي مقتنعه ان ده مش حاجات بس بنتها مثلا تقول ايه يعني، لا ده انت كده لابسه صح وكام. هم ما بيتقبلوش النصيحه، وانا بقالي كتير ما بحترمش، وهم بيعتبروا ان انا لو يعني لو انا قبل بيعتبروا ان دي بقى مشكله وكلام من ده. فانا يعني انا اصلا خايفه لو رحت مثلا ساعات بيبقى في كلام بيتقال، فانا خايفه ابقى كده ساكته عن المنكر يعني. في نفس الوقت مثلا لو في صوره متعلقه مش عارفه هعمل ايه يعني، ما اروحش وخلاص ولا اعمل ايه؟ دي واحده. ولو في حد برضو قال حاجه غلط في القعده دي، انا مثلا لو ما انكرتش يبقى حرام عليا ولا ايه؟ يعني عشان المفروض الواحد ما يجلسش على المنكر، اقل ان هو يسكت بس ويسيب المكان. نعم واضح يعني. واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للشيخ شعبان كان بيقول الصوبيا بعد ساعه ما ينفعش تتشرب. طب ما يعني مثلا انا كنت عامله زي كعك كده بالتلبينه امبارح، بس كان لو كان بيتكلم عن التمر يعني مش الصوبيا، التمر او الشعير. ايوه، ما الشعير قال لي ما في صوبيا بتبقى ماء الشعير. ايوه صحيح، في صوبيا بتبقى ماء الشعير. فانا لما كنت عامله يعني زي كعكه كده بس كان لسه فيه ميه شويه، فقعد يوم. فانا اعرف منين عامه الحاجه اللي هي مسكره؟ انا يعني في العلماء بيقولوا ما اذكر ما تاخدوش. طب انا اعرف منين الحاجه دي مسكره؟ يعني انا سمعت لو هي لاذعه تقريبا حاجه زي كده. طب لو هو يعني الصوبيا دي تهيألي ما اعرفش لاذعه ولا لا، يعني الشعير ده اللي انا عملته مثلا يبقى كده عشان عدى عليه يوم يبقى كده خلاص يبقى خمره؟ مش هاخد ضابط في كده يعني. بيقولوا لو بيسكر، طب انا اعرف ازاي المسكر ده؟ ما انا مش معقول هاخده لغايه ما اسكر وبعدين اشوف هاخده ولا لا. السؤال الثالث، ابني بيعقني جدا جدا
ولسه ضاربني قريب عنده كم سنة ده ده والله؟ عنده كم سنة؟ 11 سنة 11 سنة؟ المشكلة ان انا يعني لما بقول له على حاجة احيانا ممكن ساعات والدي يوجهني بطريقة سلبية قدامه، ابوه ساعات، امي ساعات، احيانا بيبقوا متضاربين واحيانا، بس هو انا مش عارفه اعمل ايه معاه. يعني مثلا لو قلت له انزل اتفضل، ساعات يخش الحمام ويصور جدا، ما يسمعش كلامي ويرد عليه بطريقه، اعمل افضل مصر عليه انه ينزل ولا اعمل ولا اسيبه، مش عارفه الاسلوب اللي انا اتعامل بيه معاه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هدانا الله واياه. نعم شيخنا الكريم، هل تأثم اختنا لانها لم تأخذ وسيله رغم ضعف جسمها؟ ليس عليها إثم، لأن كل شيء مقدر في علم الله تعالى، سواء أخذت وسيلة أم لم تأخذ الوسيلة، مقدر أنها ستنجب 2 3 4 سيأتون بالوسيلة وبدونها. ودائما ما أقول لإخواني وأخواتي الفضليات، ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. نعم شيخنا الكريم، أختنا المتصلة الأولى جزاها الله خيرا تسأل عن حكم زيارة القبور، وهل هم شيخنا شيخنا الحبيب يشعرون بنا ويرون الأهل عند زيارتهم؟ ولكن بعد هذا الاتصال من معنا؟ أخونا أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا. زي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، في نعم الحمد لله. كل سنة والطيبين. وحضرتك طيب، تفضل يا فندم. ربنا يعيد علينا وعليكم العام بخير إن شاء الله. اللهم آمين يا رب، وعلى الأمة الإسلامية جميعا. إن شاء الله. ليا ابني في السعودية مقيم في مكة. إن شاء الله. إن شاء الله بعت لنا زيارة. فإن شاء الله على آخر يعني نقضي 10 أيام الأخرى إن شاء الله. فهل نحرم من مصر يعني، ولا نروح نقيم هناك وبعدين نحرم من هناك من مكة؟ نعم ربنا يتقبل. حاضر وجزاكم الله خير. وإياك يا عبد الرحمن، ربنا يحفظك ولا تنسانا من صالح دعائك. نعم شيخنا الكريم في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، حكم زيارة القبور، وهل المتوفى يشعر بالزيارة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا رسول الله؟ لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة، وهذا عام في الرجال والنساء على حد سواء. ما دامت المرأة ملتزمة في زيها غير متبرجة، ولن تذهب إلى المقابر لتلطم أو تضرب على وجهها أو تدعو بدعاء الجاهلية كما تقول وتصنع بعض النساء، سيبني المين أو اللي هسيبك لربنا يا أختي إن شاء الله وما إلى ذلك، فهنا مباح إذا كان للتذكرة وترقيق القلوب رجال ونساء. وألا يترتب على زيارة النساء اختلاط أو ضياع لحقوق البيت أو الأطفال أو إلى آخره. طيب، هنا هل يشعر بنا؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فنجد أن هناك رأيا يرى أنهم لا يشعرون، والرأي الذي يطمئن القلب إليه أنهم يشعرون بنا ويردون علينا السلام، وإن كان أمرا غيبيا لا يعلم كيفيته سواء إحساسا أو شعورا إلا الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا يا شيخنا. نعم، امرأة تسقي الزرع طبعا في المقابر يعني، وتضع الماء وكده وتريد الأجر، وهي تقول إنها يعني الحمد لله ولدها في المدارس، فهل لهم أن يعطوها هذا الأجر أم لا؟ يعني نجعله من قبيل الصدقات. وأنا أقول للسائلة الكريمة: لا يجلس في المقابر إلا من يعني ضاقت به السبل وانقطعت به الأمال إنجاز التعبير، فلا تجد إنسانا في سعة من الرزق سيعيش بين أهل المقابر، فأولئك فقراء ومساكين، ولذلك إذا أعطيناهم على سبيل الصدقة والمساعدة فإننا بذلك مأجورون إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا الكريم، أمي توفيت منذ 5 أشهر، طبعا مسألة الرؤى والأحلام حضرتك قلت إيه؟ ليس لنا في الرؤى والأحلام لا من قريب ولا من بعيد. نعم، الدعاء أم القرآن عند المقابر على طبعا على الموتى شيخنا الكريم، الدعاء لهم أفضل أم قراءة القرآن عليهم أفضل طبعا عند المقابر أو في أي مكان؟ نعم. نقول للسائلة الكريمة: أما عن قراءة القرآن على المقابر فلا تجوز شرعا قولا واحدا، ولا خلاف في المسألة يذكر بين أهل العلم عند المقابر. عند المقابر أنا أتكلم على رأس المقبرة. نبي عندما كان يدفن ميتا والصحابة جلوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. كان الأولى أن يقرأ النبي القرآن ويقرأ الصحابة معهم، وهم يعلمون القرآن ويحفظونه بفضل الله جل وعلا، وعلى النبي نزل القرآن، ولكن النبي قال لأصحابه وطلب من أصحابه: استغفروا، ادعوا لأخيكم. فالاستغفار والدعاء هو المطلوب،
أما قراءة القرآن بعيدا عن المقابر، الأصل من زيارتنا للمقابر ليس الدعاء وليست قراءة القرآن، إنما هي تذكرة للقلب وترقيق له وتذكرة للآخرة عشان نصلح حالنا مع بعض. طيب هنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم هذا جيد، لكن ندعو له نعم. أما قراءة القرآن خارج المقابر عموما محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن الإنسان لا ينتفع بها، كان عليه أن يصنعها في حال حياته. وهناك رأي ابن الصلاح من أئمة علم الحديث رحم الله الرجل، وأنا أميل لرأيه، على أن الميت ينتفع بثواب القراءة. فإذا ما قرأت القرآن أو ما تيسر لي وقلت وهبت ثواب هذه القراءة لأبي لأخي لفلان وعلان من الناس، فإن ذلك جائز وإن شاء الله ينتفع به بإذن الله جل وعلا. أؤكد وأنبه بعيدا عن المقابر، والله أعلم. جزاكم الله خير ومرحب موتانا يا رب. آمين يا رب. أم ياسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختي. معلش أنا عندي سؤال بس يا حضرتك. تفضل. انا زوج واحده صاحبتي تعتبر عيشتهم كلها من يعني هو بيتاجر في التموين والرمضان والحاجات دي، فهي بتسال بقى الفلوس دي حرام ولا ايه؟ فهو ده السؤال بس. لله الحمد. مش عارفه اجاوبها، فقلت استشير حد يعني. ماشي، شكرا. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من استاذه الاء؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. أهلا مرحبا. السلام عليكم، معانا ولا إيه؟ طبعا عودي الاتصال، ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب. نعم شيخنا الكريم، لكن مسألة الدعاء يعني القرآن حضرتك تجيزه في خارج المقابر، خارج المقابر على روح الموتى. أنا أقرأ وردي مثلا وألفت نظر الأحبة الكرام، سواء أنا وهبت أم لم أهب، بفضل الله عز وجل أبي وأمي على قيد الحياة على غير قيد الحياة، أسأل الله أن يرحم من مات منهم ويبارك في بقي منهم. آمين. يشاركونني الأجر والثواب وإن لم أنوه. نعم. يعني صلاتي، زكاتي، صيامي، أي عمل خير بعمله لأبي فيه نصيب ولأمي فيه نصيب، فهما سبب وجودي في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. رب ارحمهما كما ربانا. آمين يا رب. نعم شيخنا الكريم. طب الدعاء طبعا هو ندعو بما شئنا. جزاكم الله خيرا. الأستاذة إيمان، مسألة الشراكة في كوافير أو شركة كوافير، ولكنها قالت لصديقتها أنا لن أخذ يعني أي مال من وراء التنمص أو النمص، فهل هذا جائز أم لا؟ نعم. أنصح السائلة الكريمة، المشاريع كثيرة وابتعد عن حلاق الدين. هذا يسمى حلاق الدين، نسأل الله العفو والمعافاة. لا يجوز شرعا يا ابنتي أن تشاركي في مثل هذا المشروع، لأن فيه من المخالفات الشرعية ما الله به عليم، لا يجوز شرعا. هتقول لي بقى أصلا أنا اشترطت عليها ما خدش عمل الحواجب، هذا مكان أعددناه للمعصية، فمن أجره ومن عمل به ومن شارك البعد فيه آثم وعاصي، والبعد عنه غنيمة. نسأل الله أن يهدي الجميع. اللهم اهدنا جميعا يا رب. أستاذ حسام، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ حسام. والله يا حضرتك أم حسام بقى. أم حسام. أيوة. طيب أنا آسف. الوقت حضرتك أنا مطلقة ومعي عائلين. طيب. وقاعدة بيت والدي وفتحة بقالة، فأنا جايبة سجاير ببيعها لسه قريب، يعني ليا 15 يوم، فلي أخ بيقول إن هي بيعها حرام، فهل ده حرام حضرتك؟ حاضر، ربنا يحفظك. حاضر يا أم حسام، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، شيخنا الحبيب، امرأة زوجها ينفق يعني كده يعني بلا داع، فلو ادخرت دون علمه للبيت وليس لنفسها، فهل هذا جائز؟ أقول للسائلة الكريمة، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، الزوج مسرف ومبذر ولا يدخر ما يكون للزمن أو للظروف إنجاز التعبير، وكلنا يتعرض لهذا في اليوم والأسبوع والشهر والعام، صلى الله يوسع على الجميع. آمين. جاز لك شرعا أن تدخر من هذا المال، ما في صالح البيت والأولاد ما ينفق عليهم عند الضرورة والاحتياج إليه، دون أن تأخذيه لنفسك أو تتصرفي فيه لغيرك إلا بناء على إذن. أما داخل البيت نعم يجوز، هب أنه رجل كان بخيلا وليس مبذرا، جاز للمرأة أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت زوجة أبي سفيان هند وقالت إنه رجل شحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. الحاجة أم هاني الشرابية. حاجة أم هاني أهلا مرحبا. لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل الدكتور في ميراث. والد زوجي توفى من 17 سنة حضرتك، وإخوات زوجي كانوا ميتين قبل أبوهم. ميتين قبل أبوهم. فمنعوا الميراث الصدف بتاع الأم والأب لما ماتوا، لما الام والاب، لما اخوات زوجي ترفوا في حياه ابوهم الاولاد ما خدوش الميراث، قال لما جدهم وستهم ماتوا وخدوا شهادات الوفاه طلعوا بيها الميراث. فحضرتك دلوقتي انا زوجي مات من شهرين، كنت باخد من والد زوجي ايجاره فدان كل سنه، ايجاره فدان كل سنه، ودي كده لسه الميراث ما تقسمش، ايجاره فدان كل سنه. فانا بقالي 16 سنه باخد ايجاره الفدان دي. دلوقتي زوجي مات بقاله شهرين، هل انا كنت المفروض ادي لاخوات زوجي لاولادهم بقانون الوصيه الواجبه اديهم من الايجاره كل سنه؟ لسه الميراث ما تقسمش حضرتك، يعني لسه الميراث ما تقسمش، بس هم بيدونا ودي ايجاره فدان كل سنه. من ساعه والد زوجي ما توفى بقالنا 16 سنه، دلوقتي بناخد ايجاره سنه. انا دلوقتي زوجي توفى بقالي شهرين، هل انا مطالبه ان انا اسد ولاد البنات بالايجاره ولا اعمل ايه؟ عشان ما يبقاش حرام عليا بس. حاضر. ماشي شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. نسيان، الاستاذه ايمان تنسى في الصلاه. صلت ركعتين او ثلاثا، وهذا يحدث لها في كل صلاه. ربنا يعافينا وعافينا. اقول للسائله الكريمه، على ما يبدو ان الدنيا قد سيطرت عليك، سامحيني في التعبير، بنيتي، بمعنى ان الانسان كثره نسيانه في داخل الصلاه نتيجه انشغاله بغير الصلاه. فلو اني وقفت في صلاتي مهموما بالاولاد ودروسهم ومصاريفهم ونفقاتهم ومشاكلهم، تركيزي في الصلاه سيقل، ويكون تركيزي في الصلاه بقدر انتباهي لها، فبالتالي هيحدث اللي بتقول عليه بنتنا الكريمه. عزك انا انصح السائله الكريمه، اول ما تقفين على سجاده الصلاه نفضي هموم الدنيا خلف ظهرك واتركيها تماما واستعيني بالله، واعلمي ما دام لها ربا فلا تحملي لها هما. الله، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. فعليك أن تركزي في الصلاة وفقط، اتركي الدنيا بما فيها، واعتبري هذه الصلاة التي تصلينها هي آخر صلاة في عمرك، آخر صلاة في حياتك. أتحداك لو نسيت فيها ركعة أو حدث الذي تقولين عنه. هكذا كان السلف يفعلون. لما سئل حاتم الأصم رضي الله عنه وأرضاه، كيف حالك يا دخل الصلاة؟ قال: كأن الكعبة أمامي أنظر إليها، النار عن يساري وخوفي منها وهروبي منها. كل ده تذكره في الصلاة. والجنة عن يميني، شوقي إليها وحبي لها، الصراط تحت قدمي. وبعد كل ده أتم الركوع وأتم السجود، يعني كما إذا بقول زي ما بقول الكتاب يعني، سبحان الله. ثم أنتظر ملك الموت، قاعد بعد ما سلم يقبض روحي بعدها. إحنا لو عملنا كده مش هننسى إن شاء الله. على كل حال أيتها السائلة، كانت هذه نصيحتي قبل أن أجيبك على سؤالك. إذا حدث كما قال النبي، إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، ثنتين أم ثلاثا، يعني ركعتين ولا واحدة، الثلاثة ولا أربعة، سجدتين ولا سجدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن. أنت شكيت اثنين ولا ثلاثة، اليقين اثنين، يبقى الشك في الثلاثة، يبقى هم نعتبرهم اثنين ونزود إن شاء الله، وفي آخر الصلاة قبل السلام نسجد سجدتي سهو بإذن الله. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. سائلة تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي تجارة، لعله سائل معذرة، لي تجارة رأس مالها 30,000 جنيه، تمام، ملكي 20 سلف، ومن آخر الربح كله لي، كيف أخرج الزكاة؟ يعني هو يقول لي تجارة رأس مالها 30,000 ملكي و20 سلف من أخي، طبعا ده يعني من أي أحد، الربح كله، وكيف إخراج، كيفية إخراج الزكاة شيخنا الكريم على هذه الـ أقول للسائل الكريم: الأمر واضح ومعلوم، الرأس المالي كاملا 50,000، يخصك منها 30,000، ويخص الأخ أو من ساعدك ب20,000، أنت تخرج الزكاة على 30,000 الخاصة. معذرة شيخنا الكريم، هو يقول 10 ملكي و20 سلف، رأس المال كله 30، هو لا يملك إلا 10 فقط، يخرج على 10 وما حولها، يعني الأرباح بتاعتها الله يصلح حالنا وحاله. فهذه تجارة المفروض نخرج على 30 كاملة ونقسم
الزكاة على رأس المال، ده 20 وده 10، يبقى حكلنا حسب رأس مالي إن شاء الله. نعم شيخنا الكريم جزاك الله خير. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو سمحت أنا عندي سؤال، أنا عاملة جمعية كل شهر 1000 جنيه وبلمها 20 اسم 20,000 جنيه. أنا باخد الاسم الأولاني وأنا مش داخلة فيها، بشغله وباخد الفلوس المكسب بتاعته، بس ببقى مستأذنة من صاحبة الاسم اللي هتاخده في الآخر، بقول لها سامحيني أنا خدت منك، أنا خدت الاسم في الأول، بس ما بقول لهاش إن أنا مشغلاه، وباجي الاسم الأخير بديهولها يعني في معاده، بديهولها في معاده. فأنا بسأل اللي أنا بعمله ده، أنا يعني لما بشغله بشغل الفلوس بسترزق من وراها وبفك بيئتي وكده، فاللي أنا بعمله ببقى مستأذنة منها، ده حرام ولا إيه؟ مش عارفة. طيب طيب بالضبط. يعني حضرتك تأخذين الشهر الأول أو الـ وبعدين يشتغل تشتغل الفلوس، وبعد كده في النفر الأخير أنت تديها تعطينيها بديها فلوسها في معادها، ما بخلفش يوم. تمام. تمام حكم. نعم. حاضر الحكم حاضر ماشي شكرا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة ربنا يشفيك يا أخي الحبيب. أم مصطفى تسأل عن مسألة العملية، طبعا لو اتعملت العملية في رمضان هيبقى في إفطار في أيام عشان العلاج، وربنا يشفيه ويعافيه ابننا الحبيب. لو تمت العملية في رمضان هيبقى في إفطار، ولو أرجئت بعد رمضان هيبقى في إرجاء لمشاريع في الكلية، فما الحكم شيخنا الكريم؟ قبل أن أجيب أخي الكريم، واستدراكا على السؤال الزكاة الماضي، 10,000 في حد ذاتها ليس عليها زكاة، لأنها خاصة هنا مبلغ من المال مشترك بين شخصين لا يضمان إلى بعض. نعم. هذا هو وأخيه يخصه 10 وأخوه يخصه 10، 10 20، 10,000 في حد ذاتها لم تبلغ النصاب حتى وإن مر عليها العام، فليس عليها زكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. تمام. أرجع هذا يعني أيوه تصحيح للإجابة الأولى. أيوه نعم. ليه؟ لأنه ربما يحدث عندنا لبس، هنا 20 وهنا 10، هذا يخص 10. لو أنا كمان السؤال ما ترجمش معايا كويس فممكن تكون هذا يخص 10 وهذا يخص 20، كما لو كنت أنا وأنت، أنا يخصني 10 وأنت 20، ما ينفعش نضم الاثنين لبعض ونزكي. أيوة نعم. لا يجوز، لكن أنا 10 التي تخصني ليس فيها زكاة لأن أنا تبلغ النصابة بعد. أرجع للسؤال الأخ الكريم، وأتمنى لو كان جالس ويسمعنا. شفاه الله عافية. أمين. أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي كل مريض ومرضى المسلمين يا رب. آمين. العالمين. أقول له يا ولدي رمضان لا يعوض، أقول له يا ولدي رمضان ببركته يبارك لك في عمليتك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في رزقك يا ولدي، كلها أيام، ونشاط الكلية حتى وإن كان إلزاميا ممكن تعويضه العام القادم لن يؤثر على النتيجة في شيء، هناك أنشطة في كلية التجارة أنا أعرف وهذا جيدا، ربما الأولاد يدخلونها بمحض إرادتهم كما لو كان يعني رفعا لمستواه العلمي وإلى آخره، لا بأس ولا حرج، لكن هذه عملية وليست بالضرورة مطالب. هناك فرق بين يأتي مرض أسأل الله أن يشفي المريض ويفاجأ به والطبيب لا يجد مفر، لا بد من إجراء فورا، اعمل الآن، لما؟ لأن الأمر يترتب عليه في خطورة، حياة وموت. لكن ممكن نأجلها أسبوع، ممكن نأجل شهر، ممكن نأجل سنة، إذا هنا ليس هناك ضرورة ملحة لتجريها في رمضان، وإن صنعتها في رمضان محرم شرعا فطرك، لأنك تعمدت أن تجريها في وقت كان عليك أن ترجئها إلى بعد رمضان. فأنصح ولدي الكريم شفاه الله وعافاه. طب شيخ، لو حدث له مضاعفات في الركبة. نعم. يعني هو لو الطبيب الفيصل طبيب. يعني لو هو لا هيفصل فيها، لو أنك نعم. لاحظت كلام الأم بارك الله فيها. نعم. تقول ليس هناك من ضرر من تأجيلها. الله أكبر. نعم. إذن لماذا أنا أصر على أن أجريها؟ علشان النشاط بتاع الكلية، لا الكلية كلها على بعضها تروح، ولا يضيع مني رمضان. أسأل ولدي الكريم تضمن في عمرك رمضان آخر؟ لا طبعا، لأنك لو من ذوي الأعذار يا ولدي زي ما قلنا حياة أو موت، زي إنسان راح يكشف فجأة الدكتور له محتاجين عملية حالا، حياة أو موت، هنا ضرورة وندخل وبقلب جامد ولنا رخصة، والله تعالى حتى لو مات الإنسان هياخد أجر الثواب، لكن عندك ما في ضرورة يا ولدي، أنصحك بارك الله فيك أن تؤجلها إلى ما بعد رمضان ما دامت الضرورة لا تدعو إليها. أسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن السمع والطاعة. نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. ما المعنى اتصال؟ السلام عليكم. أم معتز أهلا ومرحبا. أم معتز أهلا ومرحبا يا أختنا. السلام عليكم.
وقت التلفزيون واسمعي من التليفون من فضلك. لو سمحت كنت انا سالت قبل كده سؤال اللي هو بتاع ابني اللي احنا ما كناش بنطلع الزكاه لان ما كنتش اعرف اساسا. فما شفت الدكتور لقيت طبعا ايه هو بلغ النصاب 21000 ده 2012 كان بلغ النصاب كان 21000 2012 اظن لو سعر الذهب اقل هيكون في الوقت ده اه بلغ النصاب يعني سعر الذهب بكام لو سمحت مش فاكر دي حاجه والحاجه الثانيه طب اطلع لازم من اصل المال ولا ممكن اطلع المبلغ انا حسبتها لقيتها 300 و200 قلت اطلع 300 وقلت 3 و200 ممكن اطلع من مبلغ موجود في البيت ولا لازم من اصل المال لو سمحت معلش حاضر شكرا يعني طيب طيب حاضر في البيت نعم طيب طيب في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم شيخنا الكريم الاخت ام انس معنا طيب حاضر حاضر ام ياسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام ياسمين اهلا ومرحبا اهلا بحضرتك استاذه كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيبه اتفضلي كنت عايزه اسال بس الشيخ سامي لو سمحت انا جدي متوفي الله يرحمه دخل على شهر وانا امراه عامله هل يجوز لي ان انا اخرج او اخرج للضروريات ولا اعمل ايه بالظبط حاضر ربنا يرحمه ويغفر له الله خير امين الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته غفر الله لنا وله نعم شيخي الحبيب ام انس مساله العزومه طبعا هتروح لعمتها وكده مسألة المخالفات التي قد تجدها عندهم ممكن هل هذا يدخل في مجالسة أهل البدع طب تسكت أم تتكلم هم لا يسمعون النصيحة فماذا تفعل تذهب أم لا شيخنا الكريم أقول للسائلة الكريمة دعي عنك العلل والأعذار بيوتنا كلها مليئة بالمخالفات أسأل الله أن يصلح أحوال البيوت اذهبي آمين يا رب. ولا تسكتي على خطأ ولا باطل ولكن بأسلوب سلس سهل أقدم النصيحة فليس بدوري أن أحمل الناس على رأيي ولكنني أستطيع أن أبلغهم بلساني فأقول يا عمتي ويا ابنة عمتي ويا ابن خالي هذا شرعا لا يجوز وهذا محرم وبأسلوب يعني ليس فظا ولا قضيظا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أديت ما علي فإذا كانت الجلسة فيها ما يعصي ما يعصى فيه الله ويغضب الله سبحانه وتعالى أتناول الطعام والشراب ثم أنصرف راشدة إن شاء الله نعم جزاكم الله خير أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا أختنا مرحبا بحضرتك وأنا متصلة بعمل القناة جزاكم الله خير الله يرضى عنك وعايزة من حضرتكم تزول يعني لأولادي ربنا يهديهم كده هدانا الله إياكم حاضر الله يخليك ومعلش هو انا عندي ابني صغير عنده 5 سنين انا ساعات بخليه يصوم في ناس بيقولوا لي لا بس لما بيحتاج يشرب بخليه يشرب ميه مش عارفه كده حرام ولا لا ومعلش في سؤال تاني بالنسبه لزكاه الذهب اللي هو الذهب للزينه انا طلعت عليه الزكاه مره واحده بس مش عارفه كده صح ولا في زكاه تاني هو بلغ النصاب ام لا؟ بلغ النصاب طيب هو 100 جرام ما شاء الله حاضر فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا الكريم إذن أختنا أنا استذهب نعم وتنصح بالحسنى نعم تمام بس من غير غضب بقى يعني لأن في ناس لما تأتي تنصح مش بتكلم عن أختي يعني الفاضلة عامة بتقوم لا يا سيدي أنا نصحتك وانفعالات ليس بالضرورة أن تسمع لي صحيح نحن ننصح إخواننا الآن فإن لم يسمعوا لنا نغضب منهم علينا أن نكرر النصيحة ما حيينا برفق وبلين نعم شيخنا الكريم مسألة السوبيا أو الشعير والنبيذ وكده كان في سؤال ورد إلينا أمس تقريبا هو خلط الشعير بالزبيب والبلح وما إلى ذلك شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش قال إن هو يعني الحبيب ربنا يحفظه ويحفظك نحسبه على خير آمين يا رب العالمين سؤال الأخت يعني لم يرد في الحلقة والشيخ قال يعني ساعة ساعة ونص ساعتين بالكتير يعني عشان ما تتركش ولو يعني مقصد الشيخ بورك نعم. فيه التخمر ايوه فاذا كانت السوبيا او الشعير او شرابي لم يتخمر جاز شربه فاذا وضعته في الثلاجه ولم يصل الى حد التخمر خلاص ما فيش مشكله هي بتقول اعرف ازاي كيف ده ده يعني الطعم بيبقى معروف يا سيدي يعني انا اقول لاختي الكريمه دائما وابدا عشان ما نخشش في المتاهه دي يعني حتى بعض اخواننا الاسئله اللي بتيجي على صفحه الفيس عندي في بتاعه الفتاوى ايوه نعم كم رهيب جدا من اللي هو بقى الزبيب مع التمر والتمر انا بقول لاخواننا واللي احنا بنحب دايما ايه
اللي بنسميه الخشاف ونسميه مش عارف نخلط من ايه. انا بقول لاخواننا اجعلوا كل واحد على حده نخرج بره النهي. وقت الاكل والشرب خلط يا عم ان شاء الله تحط 20 نوع على بعض، لانك هتاكله مش هيستغرق معاك كله 10 دقايق وانتهت القصه والروايه. فانا اقول دائما وابدا الشيء، طيب هل يجوز ان انا اخد العصير بتاع العنب ده ولا ما يجوزش؟ يجوز لو اتضغط. لا بالظبط، مش متخمر. مش بالظبط. لو انا وضعته حفظته في الثلاجه يوم واثنين وثلاثه ما اتخمرش، اشربه ولا ما اشربوش؟ هشربه. بس هو الشيخ قال يعني من باب الاحوط ساعتين بالضبط. احنا ليه؟ لان في معظم الاماكن الجو حر، صحيح، ممكن يصل الى حد التخمر. فاحنا بنقول اذا وصل الى حد التخمر لا يجوز تناول، بيبقى الطعم بتاعه لاذع، الانسان ما يقدرش يشربه اصلا. فاقول لاختي الكريمه دائما وابدا بلاش ان احنا نشدد على نفسينا، ربنا يحفظها ويبارك فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ رمضان. عليكم. رمضان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. الحمد لله، ازيك يا استاذ رمضان؟ ازيك؟ الله يخليك يا استاذ احمد، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. صحة وسلامة. بقول لك يا استاذ احمد عندي سؤال. اتفضل. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون اخر حبيب. دلوقتي في واحد جده كتب له قطعة أرض. ألو؟ من كتب لمن؟ دلوقتي جدي كتب لي قطعة أرض كبيرة دلوقتي وعايز أعرف حكمها إيه. حاضر. عنده أولاد؟ نعم؟ جد حضرتك عنده اولاد؟ اه عنده ولد واحد وخمس بنات. انت بتساعد جدك في حاجه يعني، ولا شغال معاه؟ نعم. كتبها لك ليه يعني؟ هو قال لي هديه، سالته قال لي، سالت برضه قال لي هديه. والد حضرتك ما شاء الله على قيد الحياه؟ اه. طيب خلاص، حاضر. بس هو جدي دلوقتي متوفى يعني. من الذي توفي؟ جدي. جدي يعني هو كتبها قبل وفاته؟ اه. رحمة الله عليه. حاضر، رحمة الله عليه. سؤال ثاني بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي هل يجوز بعد ما انتهى من دفن الميت يقول لك قراءة الفاتحة؟ حاضر. ويقول لك الله يرحمه الجميع. ماشي شيخ، حاضر. شيخ بعد اذنك ممكن اخد رقم من الشيخ؟ حاضر، مع الشباب في كنترول. لا تغلق الهاتف وان شاء الله تعالى تاخذ الرقم. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي رمضان الله يعزك ويحفظك. نعم شيخنا الكريم. أيضا أختنا يعني بصراحة مأساة، 11 سنة يعني طفل صغير يضرب أمه عشان بتقول له صلي، طبعا بتشجيع أحيانا من الأب أو الأم أو الزوج، نسأل الله الهداية. وتعمل معايا شيخنا في الطريقة السيئة اللي هو بيرد على أمه بها. نعم. أقول للسائلة الكريمة وأتمنى من الله ألا تغضب من إجابتي، فأنا لا أعرف من هي، ولكن هذا ما جنته أيدينا أو هذا ما غرسناه. كثير من الآباء وكثير من الأمهات وكثير من البيوت يدلل الأولاد في سن الصغر حتى 7 و10 سنوات و11 سنة، يضرب عمك ويضرب خالك. بالضبط. نعم. يكون النتيجة التي تعاني منه الأم الفاضلة الأخت الكريمة الآن. نحن لا نقر ما يفعله، ولو أن الأمر بيدي ولو كان أمامي هذا الولد لعلقته أمامي الآن وجلدته، لأنه ينبغي أن يعرف قدره أمام أمي. أنا دائما ما أقول شلت يمين مدت على أم أو أب. هو 11 سنة برضه مش مدرك شيخنا. هذا سيظل حاله. هذا سيظل حاله الله. لأنه تعوده. هداه الله. أسأل الله أن يهديه يا رب. هداه الله. ولذلك ينبغي أن يكون هناك وقفة من أبيه، وقفة. لذلك أنا كنت سأسأل أين أبوه؟ أين الأب الذي يقبل على نفسه وعلى شخصيته وعلى كرامته أن تهان زوجته من ابنه الصغير أمامه وفي موجود في البيت؟ فأين رجولته وأين دوره وماذا يفعل في البيت؟ فأنا أسأل الله أن يهدي هذا الولد. أمين. وأن يهدي أباه. أمين. وأن احنا نحاول بالراحة وبهدوء بقدر المستطاع نقف نحن، إن لم نقف له في هذا السن الخطير هذا سيضرب أباه فيما بعد. نسأل الله أن يهدي الجميع. اللهم آمين. آمين آمين يا رب العالمين. صلى الله أن يهديها وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين. آمين. أخونا أبو عبد الرحمن ابنه في مكة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل زيارة 10 أيام الأخيرة من رمضان، أسأل الله عز وجل قبول الإحرام. شيخنا الكريم يكون من مصر أم من هناك؟ نعم. أقول لك يا أبا عبد الرحمن تحرم من مصر، وعندما أقول تحرم يعني ما تنويش من هنا. أنت إن شاء الله هتركب طالع من مصر إلى جدة، جدة مكة، ملاش طريق غير كده. الله يصلح حالنا وحالك، إنجاز التعبير يعني معنى أدق، نزولك إلى مكة أولا. ففي هذه الحالة هتلبس لبس الإحرام وزوجك من البيت، لبس الإحرام فقط. أنا ممكن ألبس لبس الإحرام وأجي لك بيه الحلقة اللي جاية. المرأة ليس لها لبس إحرام. لبس تلبسه عادي. فأنا أقصد إن الراجل اللي يلبس لبس الإحرام، أنا ممكن ألبس لبس الإحرام الآن والحلقة اللي جاية، بس أنا لست محرما. لبست لبس الإحرام حتى أتمكن من لبس براحتي، ثم أنوي وأنا في الطيارة أو الباخرة في الطيارة لما نركب الطيارة
القائد بتاع الطيارة يقول يا أخوانا، لأنه عارف إن مع مؤتمرين، نحن الآن في عرض الميقات، وتقريبا ببعد الطيارة ما بتطلع من مصر تدخل الميقات بعد حوالي ساعة تقريبا، ساعة ساعة لعشر تقريبا يعني، هذا نتأكد منه. هم بينبهوا عموما يقول لك احنا الآن في الميقات، أول ما يقول لي نحن في الميقات أقول يا عم أبا عبد الرحمن حقول كده لبيك اللهم لبيك بعمرة يسرها لي وتقبلها تقبلها مني محل حيث حبستني. هنا أنت أصبحت محرما، لكن ما ينفعش أنت طالع أصلا عشان العمرة تروح تقعد هناك يومين ثلاثة أربعة وبعدين تنو من هناك، لا، من بلدك ثم تنوي ثم تأدي عمرتك ثم اجلس ما شئت هناك، وإردت تكرر عمرة كرر ما تشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل القبول لك وتدعينا وانت هناك يا عم أبو عبد الرحمن. في أخت سألت شقة إيجار مستأجراها، كيفية الزكاة عليها شيخنا الكريم؟ الشقة الإيجار ليس فيها، ليس لا، هي مالكة لشقة. إذا كان هذا المال الذي يأتي من وراء هذه الشقة يتم ادخاره يبلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب ومر عليه العام، نخرج الزكاة. خدنا ايجار الشقة هذه، اكلنا وشربنا به، صرفناه على متطلباتنا اليومية والشهرية والعام، فليس فيه زكاة. نعم. موعد دم ينزل في غير موعد الدورة يعني الشهرية، فحكم الصيام والصلاة شيخ؟ تصوم وتصلي ما دام الحال كما ورد بالسؤال في غير أيام حيضها قبل موعدها وقبل أو بعد موعدها، فهذا يسمى في الشرع استحاضة، وبلغة العلم الحديث النزيف. صلي وتصوم وتمارس حياتها وتراجع الطبيب اللي متابع معها. نعم جزاكم الله خيرا. ترامادول والحاجات اللي هي المخدرات دي، نسأل الله العفو والعافية. زوج صديقتي يتاجر بها، حكم هذا المال شيخنا الكريم؟ مال محرم، وهذا تدمير لحال الرجال والشباب على حد سواء، ولا يجوز لا بيعها لا هنا ولا هناك، لأنها تخرب وتفسد العقول وتدمرها، وعلينا أن نراعي الله ونتقي الله في أبنائنا وشبابنا، وعلى من يتاجر فيها أن يتقي الله تبارك وتعالى. نعم ربنا عافينا وعافية رب. هذا مال محرم. مال محرم. الزوجة تأكل وتشرب ماذا تفعل؟ تأكل وتشرب إلى أن تجد مخرجا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. وتنصح؟ نعم عليها النصح لأنها لا تملك القرار. نعم هداه الله. أم حسام ربنا يكرمها يا رب، مطلقة وتعيش عند والدها في البيت وعندها ولدان، ويعني محل بقالة وتبتاع فيه السجائر، تبيع فيه السجائر، نسأل الله العافية. فالناس قالوا لها هذا حرام، فهل هذا صحيح شيخنا الكريم؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله السلام عليكم. قطع الاتصال. نعم، حكم بيع السجائر شيخنا؟ أقول لأم حسام هذا محرم شرعا، التدخين محرم، السجائر محرمة، بيعها وتصنيعها ونقلها والمال الذي يأتي من ورائها محرم دائما وأبدا. أختي الكريمة اطلبي الحلال فإنه في رزق الله الكثير وعند الله الخير العميم، والله يقول في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا تشتريها ولا تبيعيها ولا تتاجري فيها، لأن المال الذي يأتي من ورائها محرم شرعا. نعم شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقها الحلال وأن يبارك لها في أبنائها. أم هاني مسألة ميراث، والد زوجي توفي من 17 عاما، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وجميع موتانا موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. يا رب. إخوة الزوج توفوا في حياة أبيهم قبل تمام أو قبل أبيهم. نعم، زوجي توفي من شهرين، ربنا يرحمهم جميعا، وكان في إيجارة فدان حماها كان عاملها لها يعني تأخذها، هل كان المفروض أنها تعطي لأبناء الذين توفوا في حياة أبيهم شيخنا الكريم الجد؟ دائما وأبدا نقول لإخواننا عندما يموت الإنسان، التركة لم تقسم بعد، حتى وإن لم تقسم، عندما يموت الإنسان ينبغي أن نقسم التركة حتى نخرج من أي خلاف شرعي، وحتى ترتاح النفوس وتهدأ لله رب العالمين. ما صنعوه لا يجوز شرعا، بمعنى هؤلاء حرموا حقهم، ولم يعني كان عمهم مثلا يأخذ ولا يعطيهم اللي هم الأولاد بالضبط. نعم، فلهم حق، لهم نصيب أبيهم كما لو كان على قيد الحياة بالوصية الشرعية، بالوصية الواجبة. وعلى فكرة الوصية الواجبة ليس فيها أدنى مخالفة شرعية، ومن أراد فليقرأ فيها لابن المبارك والليث وغير من أهل العلم الأفاضل رضي الله عن الجميع، وآخر من تكلم في هذه المسألة من علمائنا الأكارم الشيخ جاد الحق رحمة الله على هذا الرجل الذي نكن له كل حب وتقدير، نسأل الله له الرحمة ولجميع علمائنا الأفاضل الكرام. وبالتالي كان عليكم أن تعطوا هؤلاء، اصنعوا تقسيم الميراث
وليعط هؤلاء حقهم لله تبارك وتعالى. وهذا يعطينا أن الإجارة التي مرت في الأعوام الماضية لهم فيها نصيب، نسأل الله أن يهدي الجميع. نعم جزاكم الله خير. هل معنا اتصال يا أستاذ أسامة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أمة الله، أهلا ومرحبا. أهلا بك. ممكن أسأل سؤال؟ وطي التلفزيون من فضلك واسمعينا من تليفوني، اتفضلي. طيب ممكن أسأل سؤال؟ نعم. أنا جوزي متوفي رحمة الله عليه، وإخواته عاملين مشروع، فالنصيب الإيراد بتاعه من المشروع فبشيله للبنات، فهل إن يعني الإيراد ده أطلع عليه زكاة؟ بلغ النصاب؟ يعني يعني قول 70 ما شاء الله. حاضر. وهل يعني ينفع ان الزكاة يديها للأقربون؟ حاضر. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأقربين نعم حاضر. أستاذ إبراهيم السلام عليكم يا إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الحاج. فضل. وعمتك بخير يا سيدي. وحضرتك بخير. بقول لحضرتك انا كنت موزه مريضا موزه الشرف، وكنت عايز اسال سؤالين. السؤال الاولاني ان انا راجل مريض قسطرة، بركب قسطرة مولية والموزه، والسؤال الثاني كنت عايز اسال عن المريض اللي هو بيتورث لموزه مرازا جدوي. ايه مريض ايه؟ شوفك الله عافاك. جدوي مش سامع. مريض بيه الموزه بيتبرز بيده. ربنا يعافيه. امين يا رب. طب ده سؤال حكم الوضوء والصلاه وكده مش كده؟ طيب حاضر. والسؤال الثاني حضرتك السؤال الثاني حضرتك كان في موازه بنتي وخالتها وولاد خالتها اولاد خالتها ضربت فيهم انبوبه ماتوا كلهم. رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم جميعا. امين يا رب. رحمة الله. طب السؤال ايه رحمة الله عليهم؟ نعم السؤال يعني ان هم يعني هم فين ان شاء الله بامر الله. يا ربنا يجعلهم من اهل الجنة يا رب. امين يا رب. بس هو السؤالين اللي حضرتك قلت لك عليهم دول اللي هو بتاع البراز، والسؤال الثاني هو بتاع بنتي وولاد خالتها. رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم جميعا. بارك الله فيك. في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير. وإياك يا عم إبراهيم. وعليك الصلاة وبركاته. أمة الله لعله يكون الاتصال. طب حاضر. نكتفي بالاتصالات لو ما فيش اتصالات عشان ندرك الإجابة. طب أم هاجر الاتصال الأخير في الحلقة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا أم هاجر. السلام عليكم. بص حضرتك لو سمحت. أيوة أنا معايا. أهلا بيك. وطي التلفزيون اسمعني من التليفون من فضلك. أنا بس عاوز أستفسر عن أنا معايا فلوس في البنك حوالي 72 ألف جنيه. عاملاهم وديعة. وعندي حوالي 90 ألف بصرف منهم. جوزي ما بيشتغلش. وانا بنتي انا بجهزها دلوقتي وما فيش عائد ليا خالص اللي هو فلوس الفلوس دي. كنت سمعت من حضرتكوا قبل كده اللي انا اخد يعني اللي بيطلع منها الفايده اللي بتطلع منها انا بصرف منها مش داخل لي عائد تاني. عاوزه استفسر من حضرتك الزكاه جوزها ايه؟ وشكرا جزيلا. حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخك الحبيب ام احمد. في شيء؟ لا 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 الله يحفظك. هانت. لا لا براحتك. ام احمد جمعية طبعا 20 شهر الفرد بألف جنيه. هي ما بتخش في لا تدخل في هذه الجمعية لكن يبدو ان هي اللي منظمها. يعني الفرد الاول تأخذ عنه ثم تعطيه في الاخير وتعطيه نفس المال. هي يعني تجعل هذا المال يعمل شيخنا الكريم لتتربح منه. بتاخد الفلوس بتتاجر بيها. بتتاجر بيها. حكم ده ايه؟ لا يجوز ذلك شرعا بارك الله فيك ايتها السائلة إلا إذا عرف أصحاب الأموال بما تصنعين. ولا أظن أنهم يقبلون. هيقولون احنا شركاء على طول. نعم. هذا حرام لأنك خنت الأمانة. نعم. أم معتز مسألة الدفتر لابنها ربنا يحفظه، كان سنة 2012 بلغ النصاب تقريبا 21 ألف جنيه. يعني كيفية الزكاة شيخنا لو هي معها مال مدخر في البيت، هل تخرج منه الزكاة عن هذا المبلغ اللي هو مدخر في البريد أو في البنك أم لابد من أصل المال؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، ما دام المال قد بلغ النصاب ومر عليه عام هجري وجبت الزكاة نسبة 2.5% ألف جنيه 25 جنيه نخرج عنه الزكاة، هل يشترط أن أنا أخرج من نفس المال؟ لا يشترط. هب أن المال في البنك أو في أي مكان وعندي مال راتب أو عندي مال في البيت وأخرجت عنه الزكاة، المهم تخرج الزكاة، أخرج الزكاة من أي مال معك إن شاء الله. نعم، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم جميعا. أم ياسمين زوجها توفي من شهر، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه يا أم ياسمين وجميع موتانا وموتى المسلمين. مسألة الخروج وهي موظفة، هل تخرج للعمل أم ماذا تفعل، وهل يكون الخروج للضرورة فقط شيخنا الكريم؟ الأصل أن المرأة التي مات عنها زوجها لا تخرج إلا لضرورة، لأن الله في القرآن علمنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، يعني أربع شهور وعشر أيام، لا تخرج إلا لضرورة. الضرورة كما لو كانت مريضة شفاها الله وعفاها، أبناؤها مرضى، تحتاج ذهاب للمعاش، تعمل كما ورد بالسؤال وليس هناك من يكفلها أو يعولها، ولا تستطيع أن تأخذ أجازة، في هذه الحالة تخرج للعمل وترجع لتبيت في بيتها، هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. نعم، رحمة الله على الجميع. أمة يعني الله دعما للقناة، جزاك الله خيرا يا أمة الله فيها. وجميع داعمي قناة الندى الفضائية، أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يحفظ قناة الندى والقائمين عليها والعاملين فيها ومشاهديها وعلماءها ومشايخها. أمين يا رب. وعلى رأسهم أبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ربنا يحفظه ويشفيه ويعفيه ويرضى عنه وعنه يا رب. الدعاء بالهداية لنا ولكم. نعم شيخنا الكريم، نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين، اللهم أمين، وأن يوفقنا الحق والطاعة، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن لا يفضحنا بين خلقه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. آمين آمين آمين. ابني 5 سنوات ما شاء الله، هي تجعله يصوم، يتعوده الصيام شيخنا الكريم، أحيانا يشرب في نهار رمضان. بعض الناس طبعا كالعادة، لا صغير حرام عليك لسه بدري، فما هل ما تفعله صحيح أم لا شيخنا الكريم؟ يعني أقول لأختي الكريمة 5 سنوات كثير عليه الصيام بصدق، يعني في هذا الحر وفي وخاصة الأولاد ضعاف، يعني نبدأ نعود الأولاد من سن 7-8 سنين ولا ما بيعطش بيشرب شيء جيد، لكن في بعض، أصل أنا أعرف عقول بعض، لأن لا أقصد أختي الكريمة، بعض عقول بعض أخواننا وأخواتنا إلزام، لدرجة أن الأولاد أحيانا يبكون، وهذا خطأ شرعي كبير يكره في الإسلام. أنا أقول إذا كان عنده من الطاقة يستطيع في هذا السن المبكر إنه يصوم له 2-3 ساعات ما في مشاكل، وده البداية التدرج. يعني أنا دايما بنصح للظهر للعصر كده، يعني أنا دايما بنصح من سن 7-8 سنين نبدأ الصيام، نبدأ من سن 7 سنين 2-3 ساعات وفطاره، 4 ساعات وفطاره، ويصوم بعدهم 2-3 ساعات وفطاره، وبعدين هنبدأ بعد كده نص يوم، وبعدين يوم كامل، يعرف ان في حاجه اسمها الصيام، شعيره الصيام. لكن اذا كان هذا السن يعجز ولا يعي، لان 5 سنين حضرتك يعني لسه ما راحش مدرسه، لسه ما راحش مدرسه، فبالتالي لان بعض اخواننا بيقول لك عشان اعوده وبيبقى بقسوه عليه، نحن لا نريد قسوه على الاولاد، فالدين رفق ورحمه بالاطفال جميعا. جزاك الله خير شيخنا الكريم. لكن هي لو عطش الولد بيشرب ما شاء الله. نعم شيخنا الكريم، زكاة الزينة لو أخرجت، هي أخرجتها مرة واحدة، الزكاة على الحلي شيخنا الكريم. نعم، الزكاة على الحلي محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة ليس فيه زكاة مهما كان قيمته، ورأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأنا أميل لرأيه، إذا بلغ النصاب ومر عليه العام وجبت الزكاة فيه في كل عام وليس مرة واحدة، والله نعم. أعلم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. جدي كتب قطعة أرض لي، أستاذ رمضان طبعا، أسأل الله أن يغفر لجده وجميع موتى المسلمين، وقال إنها هدية. نعم شيخنا الكريم، أقول للسائل الكريم إذا كان ما كتبه جدك لك لا يوازي أو لا يتجاوز 1/3 من التركة لا بأس ولا حرج، وبشرط ألا يكون ذلك من هذه النية أنه يعطي هذا الأب بطريق التحايل أكثر من نصيبه فعن طريق ابنه، لكن لا يتجاوز 1/3، والشرط الثاني متواجد إن شاء الله سبحانه وتعالى منتفي، يعني في هذه الحالة لا بأس ولا حرج. أما إذا كان الذي كتبه الجد يساوي كل ما تركه فحرم الآخرين من الميراث، وهذا محرم شرعا ولا يجوز. نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. هل يجوز قراءة الفاتحة بعد دفن الموتى؟ نعم لا، ندعو له، ندعو له. نعم، أمة الله زوجي توفي، في هناك مشروع مع إخوته
راضي المشروع، هي تدخره للبنات، ربنا يحفظهم ويرحم والدهم يا رب. مبلغ حوالي 70,000 جنيه، هل عليه زكاة؟ نعم عليه الزكاة كل عام على الألف جنيه 25 جنيه، ليبارك الله في هذا المال. بغض النظر هنجهز بيه البنات، هنشتري شقة، هنتجوز بيه، هنجيب عربية، أي من كان الغرض المعد له المال ما دام بلغ النصاب ومر عليه العام وجبت الزكاة فيه. نعم جزاكم الله خير. وهل ينفع هذه الزكاة لتكون للأقربين؟ إن كانوا فقراء، والأقربين ليس أبي ولا أمي، أصلي وفرعي لا يأخذون زكاة مالي، أصلي أبي وأمي أجداد وإن علوا، وفرعي أبناء أبناء وإن سفلنا، يعني نزلنا يعني. لكن إخوتي أبناء أعمامي يأخذون من الزكاة إن كانوا فقراء، ولي أجران، أجر الصدقة للزكاة وأجر صلة الرحم. نعم ربنا يشفي كل مريض. الحاج إبراهيم يسأل مسألة مريض الأسطرة، ويعني بنشف كل مريض يتوضأ. نعم. على الحالة التي هو فيها. نعم. يعني يستعمل الأسطرة في أدنى مشاكل ويجدد لكل صلاة وضوءا. نسأل الله. والأمر الآخر الذي ذكره ربنا يعفيه ويشفيه رب العالمين، مسألة التبرز وكده، ما في أدنى يلبس حفاظة أو ما شابه ذلك إن شاء الله. نسأل الله أن يشفي مرضانا يا رب. نسأل الله أن يشفي مرضانا يا رب. ابنتي وخالتها وابنها مسألة أنبوبة، يعني ماتوا بسببها، ربنا يرحمهم ويجعلهم من الشهداء. أسأل الله أن يجعلهم من الشهداء يا رب، وأن يتقبلهم عنده في الصالحين. آمين 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 يا رب العالمين. أم هاجر في مبلغ 72,000 وديعة و90,000 تنفق منهم، زوجها لا يعمل وهي تجهز ابنتها. شيخنا الكريم مسألة الفوائد والإنفاق منها والزكاة. نعم أقول لك يا أم هاجر بارك الله فيك وزادك الله حرصا على دينك، ضمي هذه الأموال بعضها إلى بعض وزكيها، 72 و90 إجمالي حيبقى 162,000 جنيه مثلا. في هذا الفوائد أو الأرباح التي تأتيك أخذتيها وأنفقتيها، ليس في الزكاة، ليس فيها زكاة الأرباح، لكن عندك أصل المال 162,000 تخرج عليه كل سنة الزكاة. هتلاقي بعض إخواننا يقول لك مش عليه زكاة، هذا كلام لا أصل له في دين الله ولا في شرع الله من قريب ولا من بعيد. بعد اخوانا يقول لي ده هو ده اللي بيجيب لي دخل، انا بدي اسال سؤال واحد بس ويعني نختم باجابتي على هذا السؤال. اقول كيف لو انك ليس عندك مال من الاصل، من اين كنت تاكلين وتشربين؟ اليس الله هو الرزاق؟ فاذا اعطانا الله من وسع علينا ان لا نعطل شرع الله وهو اخراج الزكاه. نعم شيخنا الكريم. اختنا تسال تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال الشيخ سامي السرساوي؟ كل عام وهو بخير. ربنا يحفظكم جميعا. أنا أمس صليت التراويح في المنزل جماعة مع أقاربي وكنت الإمام، هي أخت التي تسأل. وسهوت في ثاني ركعة وقمت بالثالثة، وعندما انتبهت أكملت وجئت بالرابعة بتشاهد واحد ولم أسجد للسهو، فهل ما فعلت صحيح؟ نعم شيخنا الكريم. نعم. ليس صحيحا، بارك الله فيك جزاكم الله خيرا على سؤالكم، فنحن بخير ونعمة من الله ما دمتم بخير إن شاء الله جل وعلا. نعم. فما صنعتيه غير صحيح، كان عليهم أن ينبهوك. طب هب أنهم لم ينبهوننا وأنت تذكرت، كان عليك أن تجلسي وتأتي بالتشهد ثم تسلمين وتسجدين للسهو إن شاء الله، قدر الله وما شاء فعل وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. اللهم أمين يا رب العالمين. سؤال آخر، تقول استفسار آخر الشيخ شعبان ربنا يحفظكم جميعا، قال لكي المرء يكون يعني يحسب له قيام الليل الليلة كاملة وهو لم يصلي في المسجد وصلى في البيت، يصيب أول الليل جزء من صلاته ثم يصيب الجزء في آخر الليل قبل السحور، فهل أنا فهمت صح؟ مش عارف يعني. لا أظن أن الشيخ يقول هذا بارك الله فيه. لا. لا، إن الإنسان هنا الهمة تختلف من واحد إلى آخر، هناك النشيط وهناك الكسلان وهناك المتوسط، هناك من يأخذ الليل كله وهناك من يأخذ في أوله ويصيب في آخره، وهناك من لا يأخذ لا أوله ولا آخره. هي تقول لعلها فهمت إن هو يريد أن يدرك قيام الليل كله، لأن كنا نتحدث عن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. فهو يقول عن إدراك الليل كله. نعم. يعني تمام إنه هيصلي الليل كله فيصلي في أوله وفي آخره. ويصلي في آخره. نعم. نعم. لا لا صحيح. نعم. حتى أدرك الليل كله. نعم. لكن إن أقول هب أن إنسان لا يستطيع، كل يأخذ ما قدر، لكن الذي يريد أن يدرك الليل كله لا يحرم نفسه من أوله وآخره وأفضل أوقاته آخره الثلث الأخير، نسأل الله أن يحرمنا وإياكم منه. آمين. أنا فهمت صح ولا لا؟ تمام الشيخ أجاب. وكمان أنا في أول ليلة من رمضان صليت العشاء والترويح مرة واحدة في المنزل ومتأخر، فهل تحسب لي قيام ليلة وأنا لم أكن أعرف تقسيم صلاة الليل إلا لما سمعت الشيخ شعبان؟ نعم يحسب إن شاء الله سبحانه وتعالى. آمين. ربنا تقبل منه. آمين يا رب. تقول حضرتك قلت إن كل خير نفعله لوالدينا لهم فيه نصيب. نعم.
فماذا إن كان يفعل الإنسان منا معاصيا والعياذ بالله مثل لا يشاركنا فيها الأب والمكيفات يكون هل يكون له لا يشاركنا نصيب؟ فيها الأب ما دام قد وجهنا إلى التربية الصحيحة ثم نحن أخطأنا الطريق نعم بريئان منا أمام الله. نعم نعم شيخنا الكريم على هذا السؤال ثم نختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، هل إزالة الشعر من الجسم أثناء الصيام حرام؟ ليس محرما شرعا، فيتزيل أو يزيل ما في جسده كما شاءت. لا السؤال امرأة تزيل ما شاءت من جسدها وليس محرم شرعا. هل الدم والإفرازات النتيجة من استخدام وسيلة حمل معينة تفقد الصيام أم لا؟ تفقد الصيام ما دامت في غير أيام الحيض. نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح العمل. فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف، الله يرضى عنه وعنك، ربنا يبارك فيك شيخنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام يا رب والقيام. آمين يا رب. ولا تنسونا من صالح دعائكم وأنتم كذلك. آمين يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. آمين يا رب العالمين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. وما فاسألوا أهل الذكر